وزي ما عودنا حضراتكم في صباح الخير يا مصر، دايما بنحب نتواصل ونطمن بشكل مستمر على المصريين في الخارج زي ما بنهتم بالمواطن المصري كمان في الداخل. الحقيقة انه النهاردة هنروح لفرنسا عشان نطمن على احوال المصريين هناك. بيسعدنا انه يكون معانا ضيفنا اللي بينضم لينا عبر سكايب، الاستاذ صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا. صباح الخير عليك يا فندم، وطمنا كده على اخبار المصريين في فرنسا، وفي ظل تراجع الاعداد اخبار الجالية المصرية في وسط ده ايه؟ صباح الخير على مصرنا الغالية اللي هي في قلوب كل المصريين في الخارج. صباح الفل عليكم جميعا وعلى دينامكم اللي احنا كلنا بننتظر ان احنا نشوفه كل يوم في صباح الخير يا مصر. صباح الفل. الجالية المصرية والمصريين عامة في الخارج، انا بتكلم عن الجالية المصرية في فرنسا النهاردة، مع العلم ان انا على تواصل مع كل المصريين في الخارج، في الخليج، في السعودية، في امريكا، في المانيا، في النمسا، في جنيف. يعني الحمد لله المصريين في الخارج في حلقة تواصل يعني متبادلة بيننا جميعا، بنطمئن على بعض كل يوم. المصريين في الخارج ثمرة أو شجرة مثمرة لمصر في الداخل، وعارفين إن مصر دي هي أمها. مصر في قلوب كل مصر، في قلب كل مصري مقيم في الخارج، بنحبها من قلوبنا ومشتاقين لأهلنا في مصر في مثل هذه الظروف الصعبة اللي مرينا بها جميعا. بس نعمل إيه؟ دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. مصر والمصريين في الخارج يعني أنا بعتبرهم سفراء لبلدنا كلها. إحنا قد إيه اشتقنا لبلدنا في الفترة دي بالذات، وقد إيه فعلا عرفنا قيمة بلدنا في الفترة البسيطة اللي فاتت، في الشهرين اللي هم يعني انتشر فيهم الوباء، عرفنا قيمة مصر وقيمة بلدنا وقيمة أهلنا اللي احنا فعلا مشتاقين ليهم جميعا. أستاذ صالح، كنا عايزين نطمن على أعداد الإصابات بين الجالية المصرية في فرنسا، هل تم حصرها؟ كمان أعداد الوفيات، يعني محتاجين نطمن عليكم. بفضل الله سبحانه وتعالى احنا فعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في الخارج برضك زي ما كرم شعب مصر في الداخل. احنا يمكن الجاليه الوحيده اللي عدد المصابين ما تجاوزش 10 او 12 او 15 واحد، وكلهم يعني الحمد لله النتائج سلبيه. ممكن يكون في حالتين او ثلاثه وفاه او اربعه اقصى حاجه في الفتره الماضيه، فده فضل من الله سبحانه وتعالى. وفعلا وقفنا يعني لما كان في حاله وفاه او اثنين كان المصريين واقفين وقفه الرجال مع المتوفى، ودفناهم طبعا على ارض فرنسا حسب الظروف، لان في ظروف صعبه ان الجثمان ينزل مصر. فالحمد لله بطمن شعب مصر على ابنائه في الخارج، بطمن اهالينا وابهاتنا وامهاتنا على اولادهم في الخارج، بقول لهم اطمنهم اولادكم في الخارج بخير، اولادكم في باريس طب بخير، استاذ صالح كمان بخير. عايز اسال حضرتك عن العالقين، لسه في عالقين مصريين في فرنسا، وازاي بتتعامل؟ يعني في تواصل مع الخارجيه المصريه مثلا ولا مع وزاره الهجره؟ قول لنا اكتر، ايه موقف العالقين لحد دلوقتي؟ العالقين هنقول بكل صراحه موقف وزيره الهجره نبيله مكرم ووزاره الخارجيه متمثله في ممثليها هنا في القنصليه والسفاره. انتوا عارفين ان القنصليه والسفاره يعني الابواب مغلقه، لكن في تواصل تام بين معالي السفير ايهاب بدوي ومعالي القنصل العام ونائب القنصل، في تواصل تام بين ابناء المصريين في الخارج وبين هؤلاء المسؤولين، وبيتحركوا معانا في كل لحظه. يعني بفضل الله ما فيش عالقين دلوقتي موجودين في فرنسا، لكن حالة كلمتني معالي الوزيرة ونزلت من يومين أو من ثلاثة إلى مصر. ما عادش بقى إلا المقيمين هم اللي نفسهم ينزلوا مصر، وإن شاء الله بمشيئة الله أدعو من الله سبحانه وتعالى إن حركة الطيران تتواصل معانا دلوقتي في الخارج، لأننا فعلا
يعني ما بنقدرش او ما بنستحملش ان نبعد عن تراب مصر. اللي يعرف قيمه مصر دلوقتي يحطها في عينيه وقلبه طول العمر وما يستحملش عليها الهوى. أستاذ صالح فرهود، الحقيقة اتبسطنا إن حضرتك كنت معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، وطمنتنا على الجالية المصرية في فرنسا. نتمنى لكم السلامة وتعودوا لأرض بلدكم بإذن الله بالصحة والسلامة، وربنا يزيح هذه الغمة عن العالم أجمع. أستاذ صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، شكرا جزيلا لحضرتك.